والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت محتاج أني أضيف بروبرتيز جديدة للأوبجكت بعد ما يعني بعد ما عرفت الأوبجكت، إذا كنت محتاج أني أضيف بروبرتي جديدة لي برا البرينتيز أو برا الكيرلي بريسز تبعه، الكلام ده وارد وممكن يحصل. إزاي؟ كل القصة أني احدد الاوبجكت اللي انا عايز اضيف له الخاصيه، وبعدين احط البيريود واحط الخاصيه واضيف القيمه على طول بشكل مباشر. يعني مثلا انا عايز اضيف بروبرتي جديده غير نيم وايج ولاف ريدنج للاوبجكت اللي اسمه بيرسون، ما في مشكله. اكتب بيرسون و دوت، انا دخلت جوه البيرسون، اكتب الخاصيه اللي انا عايزها، ونفرض مثلا اكتب هير كلر واحط يساوي واحط القيمه بتاعها، مثلا هقول بلاك. انا لو جيت اكتب امر اخراج، خلينا نكتب مثلا امر اخراج document dot write، وهكتب person dot وهير color الخاصيه اللي انا لسه ضايفها يعني، تمام، وعملت كنترول اس هلاقيه طلع لي بلاك. ده معناه اني مستند اني بالفعل اهو ان الخاصيه دي اتضافت من ضمن البروبرتيز تبع الاوبجكت اللي اسمه بيرسون. اديت جانب. الجانب الثاني، انا ممكن يعني اضيف خاصيه من غير ما اسند لها قيمه. يعني ايه؟ يعني ان انا ممكن اسيبها كده زي ما هي كده. وجس وات ايه اللي هيحصل يا جماعه لو انا عملت كنترول اس كده؟ حاول تخمن ايه اللي هيحصل. انا ضايف خاصيه بس ما اسندتش لها قيمه، يعني قيمتها دلوقتي المفروض تكون ايه؟ بالظبط كده اللي في بالك صحيح. انا عملت كنترول اس هيقول لي undefined لاني انت لسه ما حددتليش لها قيمه. طيب خلينا كده نرجع نضيف الخاصيه زي ما هي. والمساله مش بس ممكن تيجي في مرحله الاد، لا ده كمان انت ممكن تعمل ريموف لخاصيه معينه جوه الاوبجكت ده. يعني ايه؟ طب علشان تعمل ريموف للخاصيه دي، كل اللي انت محتاجه انك تكتب الكيورد ديليت. يعني تكتب الكيورد ديليت، بعدين بتحط الاوبجكت، اسم الاوبجكت، بعدين الخاصيه اللي انت عايز تعملها ديليت، بس مش اكتر. انت مش محتاج اي شيء تاني. يعني انت ضفت، ماشي، خلينا نعمل كنترول زد علشان ايه برضو انا يعني كاني علشان نمثلها. انا عندي اوبجكت اضفت فيه الخاصيه بلاك. حلو، لو انا عملت ديليت الخاصيه اللي انا لسه ضايفها دي اللي هي بلاك، وانهي الامر. جس وات ايه اللي هيحصل؟ انت ضيفت خاصيه اسمها هير كلر بلاك، ولما جيت تستدعيها طلع لك اللون، رحت انت بعدين حذفتها يعني. فالمفروض انت لو عملت كنترول اس يقول لك undefined، لاني هو ما يعرفش يعني هير كلر، لاني ما فيش حاجه عنده اسمها هير كلر. يعني انك انت ايه ضفتها وبعدين رحت حذفتها، فبالتالي انت بتدور على حاجه مش موجوده عنده، فما عندوش متغير اسمه هير كلر، فبيطلع لك الناتج undefined. ده بخصوص مسألة الإضافة والحذف للبروبرتيز على الأوبجكت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.